السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخباركم البنات؟ كل شي بخير؟ صحيحتكم بخير؟ ايوا اليوم ان شاء الله غنكون معكم واحد سويبة خفيفة نسخنو بها جميع الخضر فيها، مفيدة وصحية. يلا تابعوني. عندي البوارو هما مقطعين، خصن واحد. عندي القزبر، الكرافس، والمعدنوس، صامو بثلاثة. عندي شوية الفول، ماشي ضروري لا كاين. عندي خزوية وحدة، قرعة وحدة، بطاطا وحدة، وحبة مطيشة، وحبة البصل. هادشي اللي كاين. نعاود معاكم. وكاين في الإقامة كاين راس معلقة ديال سكينجبير، بعضهم ما عنديش، ولكن يمكن لي نديرو كيما ما نديروش، ولكن أنا ما عنديش، هو تيدار. ونص معلقة ديال الإبزار، ومعلقة صغيرة ديال الملح، وقطيرة الزيت رومية. نبداو على بركة الله. ها الإقامة، خاص غير سكينجبير، راه ما عنديش، وحبة ديال بوارو مقطعة، قزبر، الكرافس، والمعدنوس، شوية الفول إلا كاين، ما كاينش بلاش، حبة ديال خيزويا، وحبة ديال القرعة، وحبة ديال البطاطا، وحبة البصلة، وحبة المطيشة. أنا غنقطعهم ونرجع معكم. هادشي اللي كاين. دابا حنا قطعنا كلشي، هاهو غنوريهم ليكم من جديد. البصلة مطيشة مقطعين، كلشي مقطع دامات، بطاطا كذلك مثال، خيزو، هادشي اللي كاين. يلا تابعوني، أنا غنصب دابا. بسم الله. غندير البصلة، غندير البوارو هو الأول، أنا ما غاديش نقليوها، هادي غير صوبة. ندير البوارو، نتبعو البصلة والمطيشة، هاهومايا. دابا غادي نزيدو خيزو، حبة خيزو كلها. غادي نديرو النص ديال المعدنوس، النص ديال قول معلقة ديال الكرافس، ومعلقة ديال القزبر. كنخليو هادو من بعد مع القرعة، هادو غيبقاو مع القرعة. غنديرو البطاطا، جميع الخضر، غادي نديرو الفول تا هو كيقبط شويه، كاع الحاجه اللي كتقبط طيب نديروها في الاول. غنخليو غير البصله، نخليو غير القرعه، القرعه والقزبر، شويه الكرافس، شوية المعدنوس. صافي، هنا نخلطو الكل. غنديرو الإبزار، نديرو معلقة ديال الملحة صغيرة على حسب القياس، نديرو الخرقوم البلدي، واللي عنده سكينجبير يديرو، واللي ما عندوش ماشي مشكل. هادشي اللي كاين. دابا غادي نمرقو، نكبو الماء حتى نغطو الخضره.
ها هو دابا غنديروه يطيب حتى تطلع الغاليه وارجع معكم. ها هي دابا وجد كتغلي طابت الخضره الاولى. دابا غادي نزيدو عليها هاد القريحه نزيدو هاد الربيع كله كنزبرو مع عندو سكره في معلقه معلقه في الاخر كنزيدو هاد الراس ديال الخرقوم ماشي خرقوم الملون ها هو نسيت ما درتوش غندير غير شويه واللي عنده مطيشه الحك يديرها هذا تيعطي اللون شتي حيت ما لقيتش مطيشه الحك يزيد مطيشه الحك وخليها تغلي في واحد الغليه ورجع هي دابا تتغلي يمكن لينا نزيدو واحد شويه الشعريه اولا المحيمصه اولا الرز ولا ابلي اللي كاين ولا ما بغيتيش ما ديرش هاي خليوها تغلي شويش لما تطيب شويه الشعريه راه في ساعه تتوجد ايوا دابا ها هي وجدات شوفوا الشعريه ها هي غادي نصبو خفيفه وسخيخنه والخضره كلها مزيانه ايوا بالصحة والعافية ها الصويب شتي تبارك الله وصل عندي بسم الله لذيذ ايوا صباحكم مبروك كنخلو الخضره شويه ما كطيبش بزاف على حسب باش تسخن على باش واحد تيبغيها كروكون ايوا صباحكم مبروك تهلاو في راسكم وردوا عليا الخبر كتبوا لي شي كومونتيرات ديالكم الله يحفظكم هاني نودعكم في يد الله عاد الوالدات باي باي